السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من باب الوفاء والشكر لأهل الإحسان والاعتراف بما قدموا، أن نلقي كلمة عن التي كانت سببا في بناء هذا المسجد. في ديجلاند السبان موجود الجماعية قشين زلا. هذه المرأة الصالحة التي تصدقت بقطعة ترابية كصدقة جارية، إن شاء الله السيئة أتبذو تتمتع سيس، لأنها توفيت هذا اليوم ونزول في اللسرة طهور. أترحم ربي وذيب سعربي في اللسة يا ربي من أهل الجنة، ولكن ينبغي أن نترك كلمة عنها. لا شك أن الموت ماشي ينسد كناري، مثل جميع من يقعش القاعية كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إنك ميت وإنهم ميتون. ويمسي ذر بغي هدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقع عزيزا في سيذر بغي ليس يسوى سيشات سنفط. كتب الله على أهل هذه الدنيا الفناء، وسبحانه له وحده البقاء. ولاش وريقي بنا وريت مسترا ار سيدر بجل جلاله. قلت من اليوم ان شاء الله اتبدو تتمتع سويني اذا جاء غرض فيرس اذا شد جاء. كل من صلى في هذا المسجد وكل من حفظ القران وكل من قرا حرفا منه الا وسيلحقها الاجر ان شاء الله. زكاين سما سادس اما سادس أسي إن شاء الله ذا سنين الحق أين فشيث الصبر وين قشيث هو نقدو النثيس أسا أتبذو إن شاء الله تتمتع سيس. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر ولما يلحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت بها الأرض، فجعل يرفع رأسه إلى السماء وينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع رأسه ويخفضه ثلاثا، ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. السيء انقطعت عن الدنيا السني قبذن بذن السنس الأخر تيقموث نسا. إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس المطمئنة، في رواية أيتها النفس الطيبة، أخرجي أوندا، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا خرجت، في رواية صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، كل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ما من أهل بيت إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بهذه الروح من قبلهم.
قال فإذا أخذها أي ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، فيجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. قال فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فإذا أخذوها عرجوا بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقال فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. قال فيعرجون بها حتى يصلون بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون لها فيفتح لهم، فيشيعها من كل سماء أهلها إلى السماء التي تليها حتى يصلون بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل أكتب كتاب عبدي في عليين، أكتب كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. قال فترد فيرد إلى الأرض وتعاد روحه إلى جسده حين يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. قال فيأتيانه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه فيجلسانه فيسألانه من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له من الذي بعث، من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتح له بابا من الجنة. قال فيأتيه من روحها ونعيمها. قال ويمد ويفسح له في قبره مد بصره، مد بصره. قال ثم يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، أبشر بمغفرة من الله وجنات فيها نعيم مقيم. قال فيقول المؤمن وأنت بشرك الله بالخير من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. قال فيقول أنا عملك الصالح، أمر صني وكالي ثفكيت أكن بشد مقا خميو أتظل المدنويد في كل حقيو أثن حفرغط وكم مخون غارة ها رن في لنا مكال رن في لنا كال رن في لنا مكال لحق غض وطول غارة إيه غمدين غم السعدين أثنج الخير تبدو يامد. قال فيقول له أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت مسرعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا فجزاك الله خيرا. قال ثم يأمر الله عز وجل فيفتح له باب من النار وباب من الجنة. قال فيقال له هذا منزلك لو عصيته أبدلك الله به هذا. قال فينظر في الجنة فيقول أي رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي وولدي. قال فيقال له اسكن اسكن ما زال ارتح. قال وأما العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر حتى يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ويقول له أيتها النفس الخبيثة أخرج إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده أي تأبى الخروج.
قال فينتزعها بقوة كما ينتزع السفود كثير الشعب من الصوف المبلول، قال فيقطع معها العروق والعصب، قال فإذا أخذها لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، ما من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل ألا تعرج هذه الروح من قبلهم، قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين فيضعها في ذلك المسوح من النار فيخرج منها أنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، قال ثم يعرجون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقال فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، قال فيصلون بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال ثم يقول الله عز وجل لهم أكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، قال فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده وذلك حين يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، قال فيأتيانه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما قالوا، فيقول فينادي منادي من السماء أن كذبت فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار، قال ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح، قال فيقول له أبشر بالذي يسوءك، أبشر بسخط من الله وغضب، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له وأنت بشرك الله بالشر من أنت، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول له أنا عملك الطالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله فجزاك الله شرا، قال عليه الصلاة والسلام ثم يقيض له أعمى أصم أبكم بيده مرزبة لو ضرب جبلا لصار رملا، قال فيضربه ضربة واحدة فيصير رملا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين إلا الثقلين، قال ثم يأمر الله عز وجل فتفتح له باب من النار فيمهد له من فيها، فلما يرى يقول ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة، هاي رحلة الروح المؤمن أم شارت عديان ذا شارتف، وها الخير نيغيك خدم قدو النيت صبر نيغيك صبر في طاعة سيدة ربي، هي نظر فلسك الذي إن شاء الله كل خير نيغي الحقيتي إقلاس الدم كنا سيدة سيد ربي لو كان عالمه لو كان كثرة ذينا ريقي من وذينا رينفع، كل من عليها فان متاع الدنيا قليل فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل دولش، ولما يرى مكانه المؤمن في الجنة أسدي في الشر ربي قزكا أسيني هذا ثلاثا هذا أنت شيك دي صلاة جنة أنت شيك دي سجدا سينا على الدنيا ثي يقرب صلطيا السلهاية أنوي غد سمسة غارة أنوي غد زحفري تسليم بعد الموت، الحمد لله سيد ربي الثبتية وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن شاء الله. أما السادس هذه لا نبكي عليها، طيب والله ما نسر في اللس تيذين تيث فاق وتوكل حرام تيث
زلايسي إبليس تي فقهت عن الله ما أراد تي وفقت ثبتت ربها فينت وذي لي المؤمن عليه في الدنيا هي عبرة لنا أنه هذا الصبر ثموث ولكن ذي قيمين يتخدم وين يتخدم إن شاء الله سنشهد قال ذاك الدنيا تي أن غين يتخدم إن شاء الله بإذن الله جزاؤه الفردوس الأعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرنا وأسر المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفث ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في على جنة الخلد. اللهم اجعل قبور موتانا روضات من رياض الجنة ولا تجعلها حفر من حفر النار. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم نقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم قهم عذاب القبر وعذاب النار وأدخلهم الجنة وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.